انت عندك اثبات صفه الاصابع لله حق ام باطل؟ اي باطل، الله ما عنده اصابع. ازاي والامام بيقول القلب المؤمن بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبهما كيفما شاء؟ ما معنى اصبعين من اصابع الرحمن؟ مجاز، مجاز. ما هو المجاز بتاع الاصبعين؟ ايه مجاز الاصبعين يعني؟ هو بمزاج اللي جابوه يعني مجاز، ايه المجاز بتاعهم؟ انا بحاول اخد هنا وهنا وهنا المداخلات عشان ايه الجميع ما يزعلش. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلين معايا. معك ابو محمد. ابو محمد شيعي ولا سني؟ لا الحمد لله والشكر شيعي. سؤالك في الاصول يا ابو محمد. انا عندي سؤال لك في الاصول. تفضل. بالاصول تفضل. شنو الاربع اصابع؟ انا يعني استفسار عندي، شنو الاربع اصابع عند ربك بالضبط؟ قول كقول الامام عندك ان الدنيا بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبهما، او اسف ان قلب المؤمن بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبهما حيث شاء. وهذا ذكر الإمام الصادق في حديثه في كتاب بحار الأنوار وفي كتاب الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني. أما قولك إن أهل السنة يقولون إن لله أربع أصابع، تمام؟ يعني هذا ادعاء يحتاج إلى دليل عندك، ماشي؟ بس عندك سؤال تاني؟ دليل موجود. أنا عارف الدليل. موجود. أه تفضل. موجود. أجيب لك الدليل. أه تفضل. أه عشان نفهم الناس تمام. الحديث اللي أنت هتتكلم عليه تفضل. تمام. طبعا الدليل أنت عارفه. أنا عارفه. هم الموجودين كلهم يعرفوه. لا مش كله يعرفوه. بيتفق الدليل. مش كله يعرفوه. طب انا هسألك سؤال اسهل قوي، ماشي؟ انت عندك اثبات صفة نعم. الاصابع لله حق ام باطل؟ اي باطل، الله ما عنده اصابع. ازاي والامام بيقول القلب المؤمن بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبهما كيفما شاء؟ ما معنى اصبعين من اصابع الرحمن؟ مجاز، مجاز. ما هو المجاز بتاع الاصبعين؟ ايه مجاز الاصبعين يعني؟ هو بمزاج اللي جابوه يعني مجاز، ايه المجاز بتاعهم؟ زين اسألك سؤال. لا جاوب الاول، ايه المجاز الاصبعين؟ مجازهم ايه؟ بس هسه راح اجاوبك انا على كل الاسئله راح تسالني ورب ما هتجاوب عن حاجه. بس سؤال واحد لك، طالما انت قلت هجاوبك يبقى مش هتجاوب عن حاجه. انزل. مجاز. هو بص اقول لك هذه مجاز، ايه مجازها؟ ما يعرفش ايه مجازها.